أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة في عموم المناطق باستثناء المناطق الوسطى من سواحل البحر الأحمر، حيث نشأت حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي وحطرت بعض زخات الأمطار المتفرقة. الأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة ستكون أجواء مستقرة غالبا صافر 14 درجة مئوية، الملموسة 13، رطوبة منخفضة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تتأثر بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، سكاكا 18-6، عرعر 20-6، وتبوك 17-5 درجات مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، المدينة المنورة 26-12، مدينة جدة فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 27-19، مكة المكرمة 29-18، والطائف 21-12 درجة مئوية. إلى المنطقة الجنوبية الغربية، جازان 28-23، أبها 23-10، والباحة 19-13 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 25-17، حفر الباطن 28-12 مع غبار خفيف، الإحساء 29-17 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، غبار خفيف 30-17، بريدة 27-10، وحائل، أتربة مثارة 22-4 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.